نرحب بالموسيقار الكبير حلمي بكر. برحب فيك معنا على شاشة الغد. اهلا بك يا فندم. اهلا. في البداية انت اليوم تكرم، هل هذه انت حصلت على العديد من الجوائز؟ ما الجائزة التي حفظت مقام حلمي بكر؟ الجمهور. ده اعظم جائزة، اني على مدار 57 سنة الجمهور بيشاور عليا، رغم اني في عالم التلحين واللحن بيتشاور عليه، فكون الجمهور بيشاور عليا بعد التلحين فده قمة من القمم اللي انا كنت اتمناه، وما زلت عند الجمهور وعند حسن رأي الجمهور كمان لغاية دلوقتي. حال الاغنية المصرية الان في مصر والوطن العربي كيف تراه؟ حال تقديره صفر. 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 ليه؟ لان احنا بنتمادى في السخف، بنتمادى في الضياع، اعتمدنا على فئة طلعت من العشوائيات وبدأت تقول لك احنا شعبيين، احنا مهرجانات، وفي الواقع هم ليسوا بشعبيين ولا مهرجانات ولكنهم عشوائيون. فن عشوائي، واي فن عشوائي ينبع من الجهل، من المرض، من الضياع، ومش مصر اللي للضياع. وفي الوقت اللي احنا فيه بنحاول نسترد كل ما ضاع مننا، ما زال ناس يجب ان يحاسبوا الحساب العصير وهو ان يعدموا. ما رايك في اغنيه ركبني المرجحه التي احدثت ضجه على السوشيال ميديا وبعض الجماهير بداوا يتداولوها بشكل كثير؟ الله يخرب بيت عنصر المشاهده اللي دمر قنوات التلفزيون واعتمد القنوات على الاعلانات من خلال المشاهده. هذه المشاهده مضلله ومضلله، ولازم نعرف لعبه المشاهده على الامه العربيه كارثه، ولكن يظل الفن تشاور، جمهور يشاور عليه، مش افتح وغير ولعلمكم. احب اقول لكم ان المشاهدات دلوقتي بقت مزوره. دوروا وانتوا تعرفوا، والاغاني اللي خدت 2 مليار روح دوروا خدت ليه، لان كان فيها افعال جنسيه. زي الاغنيه اللي فاز بيها الكوري اللي عملت 2 مليار وشويه. خلاص، اللي هو بدا غناه المطرب اللي كان عنده 7 سنين ولما كبر 21 سنه ما اتفرجوا على الاغنيه ليه خدت عدد المشاهده ده. لماذا لا يوجد أغنية توحد الأمة العربية، خاصة أن هناك أحداث تجري في القدس والمسجد الأقصى الآن في الوضع الحالي؟ عملت الحلم العربي. الحلم العربي أظن عمل عالمي، لدرجة أن الموساد هدد في ألمانيا بنسف المدارس الناطقة بالعربية لو أذاعوا هذا الحلم العربي. وتعمل كتير جدا، تعمل حاجة كتير، وعامل كلنا بنكمل بعض، 14 مطرب ومطربة. ولكن نحن نعيش في زمن اتفرج عليا عشان اجيب اعلان. بشكرك شكرا جزيلا.